ودابا تقريبا راه كاين كل 3 ايام ماتش. دخلنا في واحد المعارج كل 3 ايام ماتش. خلي علينا دي بلاصو خلي على مجموعه من الامور. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من كازا. فكنعرفوا فراه كره القدم هي الرياضه رقم واحد في المغرب. عندنا شعب تبارك الله كيتنفس كره القدم وشفنا انجاز الاعجاز التاريخي اللي داروا المنتخب الوطني في كاس العالم الاخيره. وشفنا تبارك الله كلشي كان كيخرج للزنقه يعني عيالات رجال الدراري صغار الدراري كبار كلشي كان فرحان بداك الاعجاز. وعندنا شعب تبارك الله كيتنفس كره القدم. الهم ديال الواحد هو يشوف الفريق المفضل لاعب، الهم ديال الواحد هو يشوف الفريق المفضل ديالو رابح على المباشر. زريقه رجاوي معروف هنا بالمنطقه، رجاوي غادي نقولوا طالع عليه الدم كائد بالصح سبب ثمن التذاكر اللي وصل كيوصل تقريبا بعض المرات في صفوف جماهير الرجاء 70 درهم، الوداد 30 درهم، الرجاء 50 درهم، 50 درهم 70 درهم. فقدروا نقولوا زريقه كاعي. علاش طالع لك كذا زريقه؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا هذه رساله بغيت نوجهها للسلب دراوي جمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. الناس كتعاني اخويا بزاف، ما كاينش عام ماتش واحد في السيمانه، كاين ثلاث ايام كيكون ماتش. مساكن الدراري كيتقاتلوا ويطلبوا والديهم وهادي والعذاب وغادين، وكاين اللي كيخرج دي بلاصمو والروينه. المهم ما عليناش، حنا غنهضروا علاش التيكي البيه ديال التيران. البيه ديال التيران اخويا الوداد كيدخلوا 30 درهم. التيران ما كيعمرش، راه التلفازه كتوري كلشي، حتى اللي ما كيمشيش التيران التلفازه كتوري كلشي. السي البدراوي كيسحب الشعب الخضراء راه لاباس عليه ولا هذا، راه كيتقاتل اخويا البدراوي. الدراري راه مقودة في والو، راه مريحين، يمشي ياخذها من عند امو ولا يمشي يكوكط عليها بالعربيه، كيدبر عليها، يمشي يشوف هو في طريقته كيفاش غيجيبها، باش يمشي يتفرج في الراجا. السي البدراوي مدة دابا ما حيدتيهاش، علاش اخويا علاش؟ تكتب لنا في جباتنا لاباس عليهم. وتيران كيعمر ب 70 درهم ب 1000 ريال، تيران كيتشبلوك السي البدراوي. انا قلنا نقولوا واحد بغا يمشي يتفرج مثلا في فريق الرجاء، شنو غتقدو؟ بغا يمشي يتفرج في الرجاء خاصو 200 درهم. لا بغا يمشي يتفرج في الرجاء فين هي ماكلتو؟ دراك عارف الجي كله تبارك الله مبلي، لا ما نهضر على البليه، زيد بليتو زيد ترونسبورو فهمتيني؟ اش لا بزاف تما داك الشاب كيدخل هكاك 70 درهم اللي كيخلص 70 درهم راه اداء واجب كيدخلوه كيتعاون به مع الفرقه وكيدخلوه باش يديروه هما في جيوبهم، يعطيو واحد البركه لصحاب التيران. وراه غادا الوقت، المهم راك عارف ديك الخبزه كيفاش كتقسم، خبز بن عباس راك عارف كيفاش كتقسم. نظرك انت 30 درهم ثمن مناسب؟ 30 درهم ثمن مناسب واللي اعتادنا عليه من بكري كنعرفوا الثمن. انا جدي راه ترينا بالقوال في الراجا، ترينا بتوتيه ايد صالح خربوش حميد، انا لعبت في الراجا سمعتيني؟ لعبت في الراجا اخويا انا فئات كاملين ولا لعبت مع الزراف مراد امداح خربوش راه في البونتشوش ديالي سمعتيني؟ حنا لعبنا كوره ما كانتش الفلوس وكانت كوره، كنا كنحكوا الجلده كنلعبوها. انت جابوا ها هو جدي رجاوي ابن عند جده هو، ما كاينش اللي ما يعرفوش. تقول لهم الحاج بهجات حي مراو هو مدرب القوال، هذا من المؤسسين ديال الراجا مع بيرجيكو، سمعتيني؟ المؤسسين ديال الراجا مع بيرجيكو سمعتيني اخويا. والاولى والاخرى كنطلب السي البدراوي. انت رجاوي ابن عن جد زريقه اعتدتي على خرجت على اخويا تعودنا على 30 درهم. حنا من بكري كندوقوا عاود 30 درهم كتفرج في الراجا وانت ناشط. تسمع دونور 30 درهم سواء ربحات سواء خسرات كتخرج ناشط، فهمني اش بغيت نقول لك؟ تسمع دونور اوتوماتيكمون اوتوماتيكمون كتمشي ب 30 درهم، ما كاين لا زيت لا والو. كانوا الكيشيات كنا كنقطعوا كتشد نوبتك كان نظام تبارك الله، ما كاين لا الترات لا والو، كاينش داكشي ديال التخرميز ديال هادشي اللي كاين دابا. كان خدام ولا ما خدامش؟ شي ديال الجمهور وكنعرفوا بلا الجمهور. شوف لا جمهور الرجاء لا جمهور الوداد جماهير كبيره، وهو ما كاينش غير في كازا يعني. حتى السيت كيسهل الماموريه شويه على الناس اللي برا كي كيسهل، وكي راه كيتزاد عليهم في البي في السيت فهمتني؟ راه ماشي كتاخذها من الكيشيه كتاخذها من السيت. السيت راه وسيله التواصل ديال الانترنت والوينات، هو خاسر الضو خاسر هادي باش غيجبد لك، ما يمكنش غيجبد لك فابو. اما الكيشي راه شد مد هاك احمد فهمتيني؟ علاش الوداد بغيت نعرف السي البدراوي علاش الوداد 30 درهم؟ ياك الازمه كاينه في العالم كامله ماشي في المغرب. الزيت زاد فيه، كلشي تزاد فيه، كاع المواد زادوا فيها، حتى التيكي تزاد فيه، راه حشومه عيب. ونورمالمون خاص التيكي ينقص منه ماشي تزاد فيه.
وتصور دابا ان الرجاء في ازمه والرجاء في التلفون. شوف الرجاء كانت في ازمه والجمهور ما كانش كيدخل، كانت كورونا والناس كانت كتقطع تيكي وكتاديها واجب الفرقه ديالها باش نعرفوا حنا مشيوش بعيد، حنا ماشي مموات فهمني. الناس ما كانتش كتدخل تتفرج، كتفرجها في التلفازه وكيقطعوا التيكي. علاش؟ باش فرقتهم تبقى ديما مهزوزه حبا في الفرقه، ما تبقاش الفرقه طايحه هاد الدم وهاد الجمهور محان اخويا نكذب عليك بكرا. سباس اكثريه رجاويين معروف، درب سلطان رجاويين، مدينه قديمه راه وداديين، كل منطقه والزون معروف شكون اللي رجاوي وشكون اللي وداد. المهم سباس حنا عندنا هنايا رجاويين بزاف. غنسولك واحد السؤال، واش الوداد اذا وصل الثمن ديالهم 1000 ريال ولا 70 درهم واش غتكون مصافي غتقول ماشي مشكل الوداد تما 1000 ريال ولا باغي تهبط الثمن؟ لا اسمح لي، دابا حلال علينا وحرام عليهم. دابا بحال غتشري شي منتوش فهمتيني، شي برودوي غتشريه، دابا انا ودادي كنشري ب 30 درهم ونفس البلاصه ومشيت المحلابه حتى ودادي ناخذ هذا البرودوي ب 30 درهم وكيت تراجاوي 1000 ريال 70 درهم. علاش؟ حقر هادي مقموعين صراحة تقال. شوف شوف أول رئيس أنا بن على الجد شجرة خضراء طالعة من الجدر بالعروق ديالها سلم بدراوي الراجا، راه أقسم بالله ما عمرها جا شي رئيس بحالك أخويا. علاش؟ قلقة والفراق شي يا صاحبي، شمن مفاجأة ثلاثة تيفوات ربعة باش كيجيوك؟ مانشستر ما كتطلعش بيهم، ليفربول ما كتطلعش بيهم، أوعر جمهور في العالم أقسم بالله العلي العظيم، وجمهور مجتهد ماشي جمهور كاسو، جمهور مجتهد كيطلعك ليه واحد طر ودي سمعتيني، وكتشوف هذاك الشيء خرافي لدرجة أن أوروبا وهادي ولاو كيضربوا المثال بالراجا. البرازيل راه خلاص بلا ما دوير كسر بدراوي، البرازيل راه غاز بقال لك الراجا هي التوأمة ديال البرازيل كاملين ديال الفراقي، لا في كورة فاش لعبوا معاهم ما كنتيش تبعد. قص علينا من التيكي، التيكي نقص علينا منه، خلينا معذبين مع التيك، نهضروا واقعيين. نطرقوا واحد الموضوع اخر في الزرافه، خصوصا انت كشفتي التيران ودونور يعني مش حال هذيك كتعتبر معنى مشاركه، رايك زونفيس بلاصه السداد دابا ودير بما بقى له والو، زونفيس هي منطقه مخصصه للنادي وير ولا كتكون لعب الراجل كيف ما قلتي التيران كيكون عامر كامل، بلاصه دابا السداد شنو الراي ديالك؟ خويا الزونفيس هو الصراحه مركب محمد الخامس السعودي تغلق بصفه عامه، نهضروا واقعيين. ما كاينش شي حاجه فيه دابا، انا هادشي اللي كنت كنشوف في الصغر كنت كنراماصي، يعني التيران كامل كنشوف فهمتيني، كنت كنراماصي الكواريه كبار وهادي كنا كندخلوا الطواليطات كيديرين. سير دابا تشوف حال الطواليطات كيديرها والله ما تقدر تدخل لهم، ابار الشقه اللي كاينه في زونسيس هادي الله يسر الله يسر يا ربي تسر، انا كنقولها ويا ربي تسر منا كنقولها على ما طاح اخويا في التيربي التيران حيت الشقه خايبه تصور التيران ولا فيبري. الا مشيتي زونسيس مع قرار اغلاق ديك المنطقه؟ عندي قرار اغلاق هذيك المنطقه واخا يمشيو يلعبوا في الرباط يلعبوا في اي منطقه قريبه لينا احسن لينا من زونسيس. وزيدون الديربي ما خاصوش الدار البيضاء، نهضروا من الاخر الدار البيضاء جا في منطقه حساسه فهمتيني. دابا الجمال البيضاوي الودادي والرجاوي باش انا ندير بكم هما فواحد الاجواء اخويا راه فريال خويا. انا بعدا صغير كنت كنعقل، كنا كندخلوا وكنتفرجوا في الديربي اقسم بالله العلي العظيم اخويا، وكانت كلمه شاهد عليها غدا يوم القيامه، الى ودادي هنا رجاوينا، ودادي هنا رجاوينا، اختلاط الكاميله كتقلب في الطمسيل كنشوفها كاع وكياكل ودادي مع رجاوي وكيضحكوا كيخرجوا معانقين اللي رجاوي معانق ودادي اللي رابح خاسر معانقين. دابا دخلوا لنا السياسه، دخلوا لنا من الارجنتين السياسه ديال ال لنا واحد الفتنه بيناتنا. خويا شوف راه كره عامره بالبرد سمعتينا خويا، اللي طالع عليه المورال ماشي كويري، انا دوز كوره تكون كويره ميسو كيخسر راه تاكشي كلشي باريس سان جيرمان كامله وطاحت عاب العلامه، شكون اللي عندهم لي فيديت بحال باريس سان جيرمان؟ كاين شي فرقه دابا عندها بحالها هي خسرات. خويا الديربي عنده مورال، تحكمتي في المورال ديالك كان طالع لك كتربح، ما عندكش مورال طاح لك شويه كتخسر. المورال شكون اللي كيديرو لك؟ الجمهور، والجمهور كنطلب واحد الرساله هي اللي بتوصل للجمهور. حنا راه خوت راه بيضاوه راه حسومه تكون بيناتنا العداوه، خصنا نكونوا متحاحدين وبخير فهمتيني. انت دابا كتخرج دابا انت كتحل شرج ما كتلقاو انفاس معاك دري ودادي ودربكم، اش كتقولي السلام ولا ما كتقولهاش ليه؟
كتقولي السلام بخير كيدير كيكون صاحبك، ملي كيوصل الديربي كتقول لي بحال العاديين، كنتي خاسر كتشوف فيه وكتجيب الدوره فهمتيني؟ هذه كوره راه شوف رياضه، تخلقات كرياضه كالسباحه والجري والناطاسيون فهمتيني؟ تخلقات كرياضه، والرياضه شنو هو؟ العقل السليم في الجسم السليم. شكرا لك بزاف رقا، انت من عائله كرويه، عائله رجاويه بامتياز ابن عن جد، وكيف ما وريتيني فلعبتي في الرجاء في صغرك، جديك الله يرحمه كان هو مدرب الحراس. مدرب قوال عبد السلام كعزه، جدي الله يرحمه مات عنده 105، كان هو عبد السلام كعزه كانوا كيترينوا بالقوه في الرجاء، وجدي من المؤسسين مع الرجاء مع بيرجيكو، كان يخرج هو ويا القهوه كيجمعوا الدراري باش كونوا الرجاء. جدي مطلع توتيه خربوش ايت صالح عبد الرحيم، ناس كبار دابا اللي غتعرف هادشي، اما الجيل الذهبي شي في ديامو. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك الرقاق. فانت كيف ما ذكرتي ليا كيف ما قلتي لينا وضحت لنا مجموعه من الامور، اسم جماهير رجاويه كتقول انك باغي تيكي انا يهبط من 70 درهم او 50 درهم يهبط ل 30 درهم، وكذلك مع اقتراب الديربي حاول توجه واحد الرساله للجماهير البيضاويه. شكرا لك بزاف على التوضيحات، تبارك الله عليك. شكرا لك اذاعه تي في.